صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي. ونصت المادة الأولى من القرار أنه يعاد تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي برئاسة الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بوزارة التربية والتعليم وعضوية كل من رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، مدير إدارة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة التقييم والمتابعة بوزارة التربية والتعليم، مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص بوزارة التربية والتعليم، المستشار القانوني بمكتب وزير التربية والتعليم، ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ممثل عن جامعة البحرين، ممثل عن كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، ممثل عن جامعة الخليج العربي، ممثل عن هيئة جودة التعليم والتدريب. وجاء في المادة الثانية من القرار تكون مدة العضوية في اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مباشرة المهام المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.